شكل تعيين وزير الخارجية الجديد الإسباني خوسي مانويل ألفاريس بدل وزيرة الخارجية لايا الملقبة بوزيرة الأزمة المغربية الإسبانية بامتياز بمثابة نقطة تحول اللي كتعطي للقضية المغربية القيمة تاعها من حيث الجانب الدبلوماسي وكذلك الجانب ديال التعامل الثنائي المغربي الإسباني. طبيعة الحال إلا كنا كنتكلموا وبغينا نفهموا أشنو وقع بالضبط في التعديل الحكومي الإسباني، لابد أن نربط هذا التعديل الحكومي كما ربطه كل محللين السياسيين وكل محللين الشؤون المغربية الإسبانية، لابد أن نربطه بالأزمة التي وقعت نتيجة دخول إبراهيم غالي الغير مفهوم والغير مبرر، والذي كيخرج على طبيعة العلاقة المغربية الإسبانية في الجانب تاع ديال الاحترام المتبادل. طبيعة الحل هذا التحول هذا ولا التعديل الحكومي الإسباني ما حلش الأزمة المغربية الإسبانية بشكل تاع الكامل، لابد أن نسجل وأن نقف هنا ونقول إيه وزيرة الخارجية الإسبانية دفعت الثمن ديال سوء تدبير تاعها الأزمة اللي كانت السبب تاعها إسبانيا من خلال قبول تاعها دخول واحد الشخص اللي هو مجرم بكل مقاييس ديال حقوق الإنسان، بكل مقاييس القانون الجنائي الدولي، بكل مقاييس الإنسانية، دخول التراب الإسباني بأساليب اللي سمعنا عليها روايات مختلفة خلتنا نفقدوا الثقة في التعامل الرسمي ديال الدولة، لأن وزير الخارجية أو وزيرة الخارجية هو لا يتحدث باسمه ولكن يتحدث باسم الدولة، يعني أنه هو ناطق باسم الدولة في الشأن الخارجي ديالها. وحنا المتتبع تاعنا ضبطنا مجموعة من التناقضات من طرف الوزيرة لايا اللي خلاتنا كنشكو فعلا واش هذه وزيرة كتعلق بدولة عندها قيم دبلوماسية أو دولة هاوية في المجال ديال العلاقات الدبلوماسية ديالها. ولكن لابد أن نقف في واحد النقطة جد مهمة، هذا الشخص هذا الجديد اللي تعين اللي سميتو خوسي مانويل أرباس فيه بعض النقاط ديال الضوء اللي كتخلينا ننظروا العلاقه من ناحيه ديال التفاؤل، وكذلك نوقفوا على الازمه الحقيقيه اللي لا زالت قائمه بين المغرب واسبانيا. جاء التعيين ديال خوسي مانويل ألفاريس مزيان، السي في ديالو والتاريخ ديالو كيبين بانه عنده مقومات يكون دبلوماسي مقبول، وعنده من الخبره ما يوحي بانه قادر على ان يكون في احسن، يعني في كل الحالات احسن من الوزيره لايا. كان سفيرا لاسبانيا في فرنسا، وحنا كنعرفوا العلاقات المغربيه الفرنسيه والقوه ديالها، وبالتالي هو على اطلاع وعلى درايه بهذا المتانه، هذه القوه، هذه العلاقه هذه، وبالتالي يمكن ان تكون هذه احدى الامور المساعده له في النجاح في هذه المهمه هذه، واخراج اسبانيا من عنق الزجاجة في الأزمة اللي طاحت فيها مع المغرب، واللي هي ما زالت هذه الأزمة هذه مستمرة، والمغرب يتعامل المعاملة ديال هذاك المدافع على مركزه والواثق من حقوقه، وبالتالي كيخلي الطرف الآخر هو الذي يتناقض في جميع الخرجات تاعو، في جميع التدخلات تاعو، وكذلك في جميع ما يسعى إليه من مناورات بعيدة على الحل المباشر، وهو يجي ويجلس مع المملكة المغربية ويكون حطوا النقط فوق الحروف ويقولوا ها هي اللي كتوطد العلاقات وها هي اللي كتخسر العلاقات. معول على الوزير ألفاريس على انه ما خلقش انفراج. طبيعه الحال التعديل الحكومي الاسباني بمثابه اعتراف بالخطا اللي طاحت فيه المملكه الاسبانيه والوزير الخارجيه اللي كتمثل المملكه الاسبانيه خارجيا بمثابه الاعتراف بان هناك اخطاء دبلوماسيه وسياسيه تم ارتكابها في مواجهة المغرب. التعيين ديالو هو بمثابة مقدمة ربما جات فيها إشارات منه، هو كيعتبر بأن المغرب صديق كبير، وأن إشارات دبلوماسية لفظية يكون تعبيرية تفيد بأنه راه هذا الشخص الذي نسب له بأنه زعيم المفاوضات السياسية في ظل الحكومة الإسبانية ربما سيعول عليه في هذه المرحلة هذه لتقديم نظرة أخرى أو تعامل آخر يستحق أن يعطيه المغرب الاهتمام. لا نعول على الغير ولا نعول على المتغيرات الشكلية، لأنه لا يعقل بأنه الأزمة ديال غالية نحبسوها ونلبسوها ونعلقوها في وزير لايا. هذه راه دولة راه عندها مقومات، راه عندها مخابرات وعندها عسكر وعندها قرار سياسي وعندها قرار دبلوماسي وعندها أجهزة وعندها
الناس اللي كيفكروا بتشكير متعدد الابعاد ولا يمكن ان نقبل بسذاجه بان ولايه هي من مراء دخول غالي، ولكن المغرب ينتظر ان تعطي اسبانيا اشارات اقوى من الاشاره التي عولوا عليها في تعيين خوسي مانويل البايس كوزير الخارجيه. ومعروف على المغرب بانه يتعامل مع الاوضاع وفق حالاتها ويتعامل مع الشركاء تاعو وفق الجديه ديال المعامله. لهذا نعتبر بانه القوه ديال المغرب وهو في تقويه الجبهه الداخليه، والاحساس المغاربه بانهم سبوعه، بانهم يمثلون امه، بانهم اقوى مما يعتقد الخصوم، وان القوه ديالنا في الاراده ديالنا والايمان تاعنا بالمؤسسات تاعنا والتحالف ديالنا الداخلي والتعاون ديالنا الداخلي والايمان تاعنا بالقضيه ديالنا هو الذي يرعب الاخر. ونتمنى بان تكون القوه ديال الفهم ديال الشعب، القوه ديال الفهم ديال الفئات المهتمه بالقضيه الوحده الترابيه والمؤسسات المدنيه والحقوقيه بمثابه دعم موازي للمؤسسات الرسميه التي نحييها، ونتمنى ان تستمر في هذا العطاء هذا الذي يوحي ويعطي الاطمئنان بان المغرب يسير في الطريق الصحيح.